سميح، زعلت المصريين كلهم بإلغاء مهرجان الجونة الدورة اللي فاتت، ليه لغينا مهرجان الجونة؟ كانت الظروف مش مواتية، وبعدين الواحد لما يبقى مش حاسس إن الظروف كويسة بدل ما نعمل دورة تقل عن اللي قبليها أحسن نأجلها، ده السبب يعني. لا إن شاء الله، يعني لو كل حاجة مشيت زي ما احنا ماشيين دلوقتي كده يبقى ما يعني لازم تحصل مفاجأة سيئة اللي تخلينا نأجل، ولكن الموقف النهارده ان احنا هنعمله وكل حاجه ماشيه زي ما هي. وجود حضرتك معانا النهارده والاحتفاء اللي احنا شايفينه بالميديا يعني بيرد على كلام كتير اتقال في الفتره الاخيره بعد التويته اللي نزلها طبعا شقيقك مهندس نحيف. انا كنت لسه هقول انا ما عنديش تويتر اصلا يعني، فما اعرفش انت بتتكلموا فيه. ابدا، انا اتشنكلت ووقعت على صباعي اتكسر. البني ادم لما يكون ربنا اداله يعني لازم يرجع، ده انا بحس ان ده واجب. وبعدين مش ممكن الدوله هتعمل كل حاجه، المفروض ان اللي يقدر يساعد يعني، فده يعني كان تطور طبيعي يعني. انما احنا طبعا بطبيعتنا احنا من ايام المدرسه الالماني والجامعه في المانيا والعيشه في اوروبا، الواحد برضو بياخد شويه انطباعات من هناك ويحاول ينقلها هنا يعني. هم الثقافه والموسيقى والحاجات دي عندهم زي الاكل والشرب عندنا، فالواحد لما رجع بيقول ايش معنى احنا يعني. شوف انا في الموضوع دوت بحب ابقى دايما خارج المنظومه. ليه؟ لان دي الموضوع ده عمل جماعي، وفي لجنه التحكيم وفي المجلس بتاع الجائزه نفسه، وهم اللي المفروض بيدرسوا ويقترحوا الاقتراحات. انا ما احبش الشغل بتاع ان انا يعني بدام انا اللي بدي الجائزه يبقى انا اللي اقرر وانا اللي احدد فانا مش عارف حتى هم السنه دي هيقترحوا ايه بالنسبه للسنه الجايه، ومش دوري ان انا داخل في الموضوع ده يعني. الفكره بتاعت الجوائز دي كانت من المرحومه شمس البارودي وشمس الاتريدي، بأسف شمس الاتريدي. وبعدين احنا بنتبنى اي فكره كويسه يعني، مش شرط ان الواحد يعمل حاجه هو اللي فكر فيها، فتبنيناها اول سنه وهي اللي ساعدتنا حتى في التشكيل الاول وكده، والحمد لله هي رفعت من الجائزه دي شأنا لحد ما وصلت للي وصلت له النهارده.